السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي ومشاهدي القناة. لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تدعمنا بسبسكرايب وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد. اتحاد جدة ينهي صفقة طارق حامد والإعلان خلال ساعات. أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي اتحاد جدة السعودية أنهى تعاقده مع طارق حامد لاعب الزمالك، وأنه سيكون لاعبا جديدا للفريق السعودي في الموسم المقبل. وقال كريم شحاتة في برنامج كرة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: طارق حامد سيحصل على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وسيكون عقده مع الاتحاد لمدة موسمين والثالث بالاتفاق بين الطرفين. ورفض طارق حامد الخضوع للتحقيق في النادي الأبيض وتمسك بحقوقه كاملة حتى نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري. وكان طارق حامد سافر إلى إسبانيا لمدة 50 يوما للإطمئنان على إصابته في الركبة، وهو ما استفز مسؤولي النادي كثيرا في ظل الحاجة الماسة لجهوده مع توالي المباريات، وهو ما أدى لتحويله للتحقيق، إلا أن اللاعب رفض الخضوع للتحقيق وتمسك بحقوقه كاملة. وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم خصم الإنذارات والغيابات والتأخير عن موعد بداية التدريبات، وكذلك التأخير في العودة من الأجازات بخلاف أيام الراحة الاستثنائية. كما سيتم فرض غرامة إضافية على المدافع الدولي بسبب الأضرار التي وقعت على الفريق نتيجة تغيبه عن التدريبات والمباريات وإدعائه الإصابة. وفي حالة تصاعد الأزمة بين الطرفين سيتم التصعيد في المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك صار سار حتى نهاية أغسطس المقبل. وتمسك مسؤول نادي الزمالك بحقوق النادي كاملة في أزمة انقطاع الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمى عن التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، بعدما تمسكت الإدارة بتطبيق لائحة الفريق والنادي كاملة على الثنائي. في نفس السياق أكد الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك كشف حيلة طارق حامد لاعب وسط الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادي عن طريق عرض 20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت اف ام: جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع، لا، عشان لاعب راجل ودافعوا عنه ووقفوا جنبه في كل الاتهامات التي وجهت له من الجماهير المنافسة. وأضاف بندق: جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهاري زي أشرف بن شرقي واللاعب الراجل زي طارق حامد، وقفوا في ظهره كتير ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده. وتابع خالد الغندور: أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد، قام عرض عليه مبلغ خيالي يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطيه ردا حاسما، فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك. وقعت على الفريق نتيجة تغيبه عن التدريبات والمباريات وإدعائه الإصابة. وفي حالة تصاعد الأزمة بين الطرفين سيتم التصعيد في المحكمة الرياضية الدولية، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك صار سار حتى نهاية أغسطس المقبل. وتمسك مسؤول نادي الزمالك بحقوق النادي كاملة في أزمة انقطاع الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمى عن التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، بعدما تمسكت الإدارة بتطبيق لائحة الفريق والنادي كاملة على الثنائي. في نفس السياق أكد الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك كشف حيلة طارق حامد لاعب وسط الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادي عن طريق عرض 20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت اف ام: جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع، لا، عشان لاعب راجل ودافعوا عنه ووقفوا جنبه في كل الاتهامات التي وجهت له من الجماهير المنافسة.
وأضاف بندق جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهاري زي أشرف بن شرقي واللاعب الراجل زي طارق حامد وقفوا في ظهره كتير، ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده. وتابع خالد الغندور أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد، قام عرض عليه مبلغ خيالي يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطيه ردا حاسما فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك الفريق لعدم تمديد تعاقده مع النادي عن طريق عرض 20 مليون جنيه. وقال خالد الغندور في برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت اف ام: جمهور الزمالك اتعلق بطارق حامد مش عشان لاعب ممتع، لا عشان لاعب راجل، ودافع عنه ووقف جنبه في كل الاتهامات التي وجهت له من الجماهير المنافسة. وأضاف بندق جمهور الزمالك بيحب اللاعب المهاري زي أشرف بن شرقي واللاعب الراجل زي طارق حامد وقف في ظهره كتير، ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده. وتابع خالد الغندور أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد، قام عرض عليه مبلغ خيالي يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطيه ردا حاسما فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك. بالمهاري زي أشرف بن شرقي واللاعب الراجل زي طارق حامد وقف في ظهره كتير، ومع ذلك اللاعب رافض يجدد عقده. وتابع خالد الغندور أمير مرتضى حس إن طارق حامد مش عايز يجدد، قام عرض عليه مبلغ خيالي يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطيه ردا حاسما فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك. قام عرض عليه مبلغ خيالي يفوق 20 مليون جنيه، وطارق حامد لم يعطيه ردا حاسما فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك. فتيقن أن اللاعب خارج حسابات الزمالك وأعلن ذلك. وأعلن ذلك.